اي حجي تفضل. شو انت اللي عليك هاي ال 75 قصتك اياها؟ اجار كل شيء اكل. اي شيء. عيش طبعا مولد شو تريد انترنت كل شيء زين. هو اني خدمتي ايش قد 44 سنه بالخدمه زين عجيد يقصون ليش يعني شنو؟ خلي يقصون هم البرلمانيين وغير البرلمانيين هم عندهم كل شيء عندهم ربحه ما ادري منو هذول كلها رواتب خرافيه اصلا تدوخ بيها من تسمع شنو عائله تاخذ مليارات تاثر على الكاسب الرواتب تاثر على الكسب او على المحلات شو اللعن اهل المحلات يردون من عندهم اجار يردون من عندهم ما شنو والبيوت اجارات والدنيا مقلوبه زين انت من تعطيهم بدل سكن للبرلمانيين هذول النايمين للصبح لا يجتمعون لا شيء كله شيء هسه ما تيجي قد ماخذين رواتب لي قدام ست اشهر مال لي قدام ماخذين رواتب ترى البرلمانيين ترى الناس ما تدري ماخذين رواتب ست اشهر لي قدام وكلها مطلعيها برا ورئيس وزراء جديد وعدنا كذا كذا ما ينقطع اي شيء ما ينقطع كلها كذب بكذب هو حاله من حالهم هو هم حرامي مثلهم لا يقول خدمتنا احنا اكبر من عمره خدمتنا